السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في المحاضرة الثالثة في الـ Special Statistics عن مجموعة من النقاط. هنتعرف عن أنواع البيانات المكانية Special Data Type، هنعرف إيه هو الـ Special Structure و Special Temporal Data. بالنسبة للأنواع المختلفة من الـ Special Data Types من Special Data ديت، في تقسيمات مختلفة. ممكن أحد التقسيمات ليها إن هي تقع في ثلاث مجموعات. أول حاجة الـ Specially Continuous Data أو الـ Geostatistical Data، النوع الثاني الـ Aerial Data وبيتسمى برضو الـ Lattice Data، النوع الثالث الـ Point Pattern Data. وكل نوع من البيانات ديت ممكن يكون في أنواع تحليلات معينة مشتركة بينهم أو في أنواع محددة لكل نوع من هذه البيانات. هنتكلم دلوقتي عن أول نوع اللي هو الـ Geostatistical Data. إيه عبارة عن إيه؟ إن هي بيانات نقطية بناخدها لتمثيل ظاهرة معينة. هذه الظاهرة بالقيم بتاعتها بتتغير خلال منطقة الدراسة بتاعتنا، لكن التغير ده بصفة متصلة أو continuously varying على مدار المنطقة كلها. ومثال ليها مثلا لو خدنا أسعار المنازل في بلد معينة، فلو خدنا أسعار بعض المنازل نقدر نعرف الأسعار العامة تغيرها ازاي، ونقدر بعد كده نعمل بريدكشن لباقي الاماكن. هنتكلم عن الجيوستاتستيكال داتا فيجواليزيشن. ازاي نعرض الجيوستاتستيكال داتا ديت؟ احنا قلنا ان هي ملاحظات نقطيه، فلو هنعرضها في صوره خريطه فهنعرض هذه النقاط اما بسايز مختلف او بالوان مختلفه بحيث توضح التغير في هذه الظاهره. من الأمثلة عليها لو خدنا مثلا ملاحظات أو قياسات لتلوث الهواء في منطقة معينة، فعلى طول هذه المنطقة نقدر نحصل على النقاط بألوان مختلفة لتبين التغير في تركيز هذا العنصر المقاس. البيانات اللي حصلنا عليها ديت ممكن ندرس عليها بعض التحليلات. أول حاجة إن احنا ممكن نعمل اكسبلورنج للباترن الموجود عندنا، إيه النمط الموجود في البيانات ديت، ونقدر نحدد الباترن الموجود والخصائص بتاعته كميا، وندرس كمان الكورليشن او الكوفاريانس الموجود خلال هذه او بين هذه الملاحظات. ومن النقاط المهمه ان احنا نقدر نعمل بريدكشن او انتربوليشن للقيم اللي عندنا ديت بحيث نحصل على معلومات على تغطي كافه منطقه الدراسه. النوع الثاني من البيانات هو اللاتس داتا، وهي عباره عن بيانات بتكون مرتبطه بمساحه معينة أو ببوليجون، وبالتالي البوليجون ده يا إما يكون شكله غير منتظم زي مثلا الحدود الإدارية، أو إن يكون منتظم زي البيانات اللي بنحصل عليها من الريموت سنسينج. المعلومات اللي بنحصل عليها ديت بتكون مرتبطة بالصفة اللي إحنا بندرسها. هذه الصفات مثلا زي الصفات الخاصة بالبيئة، الحاجات الخاصة بالسكان، بالصحة وهكذا. والبيانات ديت احنا بنحتاج ندرسها احصائيا، بنعرف او بنعوز نعرف ايه هو النمط التوزيع الموجود بين هذه البيانات. وبما ان هذه البوليجونز في تجاور بينها، فعلاقه التجاور من الصفات الهامه جدا ان احنا نخلي بالنا وان احنا نراعي ده في التحليلات الاحصائيه اللي احنا بنجريها عليها. من امثله للاتس داتا، لو مثلا بنعرف معدل التصويت في انتخابات معينه على توزيع المعدل ده على الدوائر الانتخابيه مثلا، لو بنشوف على المحافظات او على القرى معدل دخول المستشفيات بسبب اصابه معينه. دلوقتي هنشوف ازاي نعرض الداتا ديت. فلو هنمثل البيانات اللي عندنا ديت في شكل خرائط، فبما انها اريال داتا فاحنا هتتمثل في شكل بوليجونز. والبوليجونز ديت ممكن نميز بينها بدرجه اللون مثلا، بحيث كل لون يكون مدلول على قيم معينه او رينج معين. ولما نعرض اللاتس داتا ديت في شكل بوليجونز بالوان مختلفه، احيانا بيكون من الصعب او لا يكفي فقط ان احنا نعمل تفسير بصري للبيانات ديت عشان نحصل منها على معلومه، ولكن لابد من اجراء التحليلات الاحصائيه. ومن الامثله على كده زي ما احنا شايفين في الخريطه اللي قدامنا او في الشكل اللي قدامنا، ان اختلاف درجات اللون لكل كلاس ادت ان ممكن يحصل اختلاف في تفسير البصري بين الصورتين، مع ان هي نفس الداتا لكن اختلاف درجات اللون
أدت لاختلاف التفسير، لذلك لابد من إبراء التحليلات الإحصائية لتقدير أو دراسة الظاهرة نفسها كمية. من الدراسات اللي احنا بنجريها على اللاتس داتا ديت ان احنا بندرس هل في السبيشال باترن موجود للداتا ولا لا، وان بما ان الاوبزرفيشنز ديت او في شكل بوليجونز فاحنا قلنا ان في تشابه او في علاقه تجاور بينها، وبالتالي ان هيكون الاماكن القريبه في تشابه بينها اكبر من الاماكن الابعد. وزي ما قلنا قبل كده احنا ممكن من الفيجوال انتربريتيشن نلاحظ انه قد يكون هناك باترن معين او نمط معين، لكن ده بيكون راجع للدارس وليس في طبيعة البيانات. من اهداف دراسة البيانات المساحية او اللاتس ديتا ديت احصائيا ان احنا نحاول نعرف هل في فعلا ان البوليجونز القريبة من بعضها القيم بتاعتها اقرب لبعض او في ارتباط بينها اكبر من القيم البعيدة ولا لا. الحاجة التانية ان احنا نعرف هل في نمط لتوزيع هذه البيانات، والنمط ده مدى التوزيع بتاعه نوعه ايه ومدى الشدة او حالة التوزيع. النوع الثالث البوينت باترن داتا، وده عبارة عن نقاط بناخدها لتمثيل ظاهرة معينة. مثلا لو عندنا حدث معين بيوجد في بعض الاماكن فبالتالي نقدر نمثله في شكل نقاط. ومن الحاجات المهمة ان احنا بندرس هل في للظاهرة اللي احنا بندرسها ديت في نمط في التوزيع بتاعها ولا لا. من امثلة البيانات ديت مثلا لو بندرس حاجات في خاصة بالطيور، الاماكن او الاعشاش بتاع الطيور ديت هي موجودة فين والاماكن الخاصة بيها. ومن الحاجات التانية دراسة بعض انواع الاشجار وهكذا. من أمثلة البوينت باترن داتا المثال اللي قدامنا ده هي خريطة بتوضح توزيع الهومليس في أحد الدول، ونقدر نعرضها بألوان مختلفة حسب الكاتيجوري الموجودة أو الكاتيجوريز الموجودة عندنا. الفيجواليزيشن الخاص بالبوينت باترن داتا زي ما شفنا في المثال السابق أن طبيعة البيانات هي بيانات نقطية، وبالتالي نقدر نظهر هذه النقاط في مجموعات أو كاتيجوريز بألوان مختلفة. ونرجع نقول تاني ان الملاحظات البصرية للباحث ليست كافية للوصول الى conclusion نهائي عن الظاهرة محل الدراسة. هنتكلم عن البوينت باترن داتا ازاي نعمل موديلنج او اكسبلورنج للداتا دي. من الحاجات المهمة ان احنا ندرس الباترن الخاص بتوزيع هذه البيانات، وهل في كلاسترنج للداتا دي او البوينت دي ولا لا، وبرضه نقدر نعرف ايه العمليات او البروسيس اللي ادت الى ظهور هذه البيانات في الشكل اللي هي موجوده عليه. من القياسات اللي ممكن نجريها على البوينت باترن داتا ديت ان احنا نعمل ميجرمنت اوف انتنسيتي بحيث نعرف متوسط القراءات او الايفنتس الموجوده خلال مساحه معينه او وحده المساحه. ممكن نعرف هل البوينتس ديت اللي عندنا قريبة لبعضها أكتر مما لو كانت موجودة عليه مصادفة، أو هل في باترن معين أو في انتظام انتشار منتظم للبيانات ديت أكتر من لو كان موجودة مصادفة، وده يقدر أو نقدر نربطه بوجود بروسيس أدت للظاهرة ديت أو لا. هنتكلم دلوقتي عن السبيشال ستراكشر. في منه نوعين، لارج سكيل ستراكشر وده بيكون في شكل جلوبال أو على مدار او مدى الريجون عامه، وبما ان طبيعه البيانات او الظاهره تاخذ هذا الشكل فاحنا بنستخدم المين فانكشن في الجستاتستيكال بروسيس. لو بنشتغل على البوينت بروسيس فبنهتم بالانتنسيتي اوف سبيشال بوينت، وفي حاله اللاتس داتا فبندرس المين او بنستخدم المين فيكتور. النوع الثاني سمول سكيل ستراكشر، معناه ان في الفاريشن او التغير بيكون لوكال، و النطاق اللي بتغير فيه الظاهرة بيكون محدود. فمن الطرق اللي بنستخدمها مثلا الفاريوجرام والكوفاريانس فانكشن لو بنشتغل على الجيوستاتيستيكال بروسيس. مثلا لو بنشتغل على السبيشال باتر بوينت بروسيس بنهتم بالنيرست نيبور فانكشنز، وفي حالة اللاتس داتا بنستخدم او بنستفيد بالنيبور ويتس فور اللاتس بروسيس. سبيشيو تيمبورال داتا، احنا قلنا قبل كده ان في ثلاث انواع رئيسيه من السبيشال داتا. هذه الانواع
قد نحصل على بيانات مكانية لها وأيضا بيانات خلال الزمن. يبقى في عندنا معلومة مكانية، معلومة عن الزمن، والفاليو اللي احنا حصلنا عليها. الطرق اللي بنستخدمها في تحليل البيانات هنضيف عليها دايمنشن جديد اللي هو الخاص بالتايم. عامة تستخدم السبيشال تمبرال داتا ديت في حاجات خاصة بالبيئة والتغيرات اللي بتحصل، زي مثلا متابعة أحد الأمراض خلال زمن معين في أماكن محددة. ونرجع للثلاث أنواع اللي هي الجيوستاتيستيكال والأريال والبوينت باترن داتا. ففي الجيوستاتيستيكال داتا إن احنا نقدر نعرف الريليشن شيب بين التلوث مثلا في الهواء خلال فترات مختلفة. في حالة الأريال داتا ممكن نعرف مثلا معدل المواليد في منطقة معينة أو في مجموعة مدن خلال فترات زمنية مختلفة. بالنسبة للبوينت بروسيس نقدر نعرف التغير في شكل الكلاسترنج بتاع البوينتس اللي عندنا ديت خلال زمن معين، زي مثلا المثال اللي قدامنا اللي هو الهومليس انديفيدوالز دول، التغير بتاعهم من سنة إلى أخرى. يبقى كده احنا في المحاضرة دي اتكلمنا عن أنواع السبيشال داتا، وقلنا ان هما ثلاث أنواع رئيسية اللي هي الجيوستاتيستيكال داتا واللاتيس داتا والبوينت باترن داتا، وكل نوع عرفنا ايه هو مقصود بيه وبنظهره ازاي على الخرائط عندنا وايه التحليلات المناسبة او اللي بنجريها على كل نوع من هذه الأنواع. واتكلمنا بعد كده على السبيشال ستراكشر، وقلنا ان هو بيبقى فيه نوعين اللي هو اللارج سكيل ستراكشر والسمول سكيل ستراكشر. واتكلمنا في الاخر عن السبيشال تمبرال داتا وعرفنا ايه الفرق اللي بيزيد على البيانات المكانيه عندنا، وهو الزمن، ان احنا نقدر نحصل على المعلومه في فترات زمنيه مختلفه. وشكرا لكم.